أنا أولا مش عارف أبدأ من إيه، أبدأ من المدام ولا أبدأ من بنتي؟ بس هو الحمد لله والشكر لله، أنا المدام فضلت أعالج فيها أكتر من 15 سنة، وكل ما أروح لدكتور أروح لدكتور تاني، لحالة إن بدأ ما عادتش تخش الحمام من كتر الالتصاقات ومن كتر المشاكل اللي عندها، لحد ما شفت الدكتور سيد في التلفزيون كلمتها قلت لها الوضع كذا 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 كذا، وجات له الحمد لله. انا كنت اما اروح لاي دكتور يقول انا مش هتصجر افتح لها، ده عندها مشاكل جامده، ولو فتحت هي مشكله جامده، الامعاء مسدوده وده مسدود وده مسدود. فلما جت للدكتور سيد الحمد لله طمني، قال له ان شاء الله جراحه ومنظار، حسسني ان هيديها ابره، يعني حسسني الامور بسيطه، والحمد لله والشكر لله يعني عمل لها العمليه وقامت بالسلامه وما فيش. فجأة كده لقيت بنتي بترقع بالصوت مش عارف مالها، خدناها وجرينا على الدكاترة، اللي يقول لي زايدة، اللي يقول لي حصوة في الحالب، مانيش عارف أعمل لها إيه. المهم رحنا عملنا لها أشعة، قال لك ده في كيس 10 في 10 ضغط على المبيض وعامل لها مشاكل ولازم جراحة فوري. فأول ما فكرت في الدكتور سيد لأنه بيعالج مامتها، فأنا معرفش أنا سافرت إزاي وجيت إزاي في أسرع وقت، والحمد لله والشكر لله اول ما جيت هو ما قصرش الحمد لله، اول ما شاف حالتها دخلها العمليات فورا وعمل لها اللازم، والحمد لله والشكر لله على كده يعني الحمد لله. حتى بالنسبه حتى للفلوس والله بامانه يعني انا كنت جاي مش عامل حسابي، انا كنت عامل حسابي في مامتها، فالبنت ما كنتش عامل حسابي، فالامور بسطها لي وكل شيء عدى بالخير الحمد لله. احنا كنا بنقول عيب البنت تروح لامراض نساء او البنت مش عارف ايه، وده غلط، الطب فعلا اتقدم كتير، فالبنت لما تحس باي حاجه لما تروح للصح احسن لها ولمستقبلها كمان. فطبعا حته ان لا ما ينفعش دكتور نساء وما ينفعش مش عارف ايه، لا ده مش عيب، لا تروح وتكشف وتشوف الدنيا فيها ايه، ده نصيحه مني يعني.